مشاهدينا رحبوا معي بالشاعر رقم 23 ضاري البوغان من الكويت. السلام عليكم. حياك الله ضاري. السلام عليكم ضاري. انا اللي سمعت ان مكانك المفضل تكتب فيه قصايدك سيارتك. هي لان سيارتي بيني وبينها سالفه انا ويا السكان. اتمنى لك التوفيق. الله يجزاك خير. صرح الامير بنشره الاخبار واعرب عن ارائه وتفكيره. صباح الاحمد سيد الاحرار للمملكه حبه وتقديره. عزز بداخلنا الولاء الحار لخليجنا المعروف في خيره. لذا كلام الساقط الثرثار كلام ما لا عرك في الديره. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ارحب في والدي الموجود معنا واقول يا مرحبا يا يبا، وارحب في الحضور وفي الجمهور خلف الشاشات واساتذه اللجنه. صلوا على النبي. تخطى القلم باحساس مفعم على القرطاس قبل لا يغيب الحلم وابكي على غيابه. تبسمت في وجه الاماني وضاق الياس. لو ان المسافه تجهد الصبر وركابه. تعبت اتبع الفرحه وارتب لها الانفاس على نزف ناي الوقت لا ضاقت رحابه. انا كنت خلف الناس لكن زحمت الناس وتعديت في خطوات ما هي بمرتابه. انا كنت خلف الناس لكن زحمت الناس وتعديت في خطوات ما هي بمرتابه. طويت الظلام ولا بقى بالحروف انعاس. بجابه جفاف الليل واروى من اتعابه. يأنبني الهامي على مدة المجلاس وتنتابني رعشة والابداع ينتابه. تعنيت لغاية ما هي غاية العساس. معي قلب من كبر الهقاوي على اعصابه. تعنيت لغاية ما هي غاية العساس. معي قلب من كبر الهقاوي على اعصابه. احس اني الليله معاكم قريب احساس. ابي من سمع قلبي توجني اعجابه. دخلت القصر واجتزت ما تطلب الحراس وتشرفت بمصافح اهاليه وابوابه. كساني بضوءه والحقيقه ما بين اقواس. تقوست بستقبل شذا الشعر بطيابه. اسير الامل واسير لهفها في النسناس على الحلم لو العلم بتكشر انيابه. فهكت الظروف وبطيب راس وصلابه باس. شعور التفاؤل فاك حزني ومحرابه. فهكت الظروف وبطيب راس وصلابه باس. شعور التفاؤل فاك حزني ومحرابه. عقب ما لقيت احرار بعيونهم نوماس. ما فيهم من بوجهه تعابير كذابه. فيا اصحابي الغالين لا دندنه الاجراس. لكم سيف لا من سل ما يخذل اصحابه. فيا اصحابي الغالين لا دندنه الاجراس. لكم سيف لا من سل ما يخذل اصحابه. بعد اذنكم عندي مع المجد كلمه راس وباذن الله انهيها على راس مرقابه. سلامتكم.